نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الثلاثاء 25 نيسان 2017. يبدو أن وتيرة الشارع بدأت تتسارع، تحركات تحت شعارات مطلبية، تارة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية اعتراضا على قرار للوزير بوقف واحد من مزاريب الهدر في الدولة، وطورا أمام وزارة الطاقة وإقفال الطريق على الوزير من قبل المياومين. واليوم تحرك للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مع نقابة موظفي الضمان اعتراضا على محاولة خصخصة الضمان. اللافت في تحرك المياومين أمس والضمان اليوم وجود الاتحاد العمال العام في صفوف المتظاهرين، هذا الاتحاد الذي كان غائبا عن التحركات المطلبية التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة، وتحركات المجتمع المدني وتحركات المطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، يتحرك اليوم من باب دعم قضية المياومين ومن باب رفض خصخصة الضمان الاجتماعي والأسئلة التي تطرح حول الاستفاقة للضمان الوطني للاتحاد العمالي العام في هذه اللحظة. واليوم رئيسه يوجه شكر لرئيس مجلس النواب للمبادرة التي قام بها لإنقاذ الضمان. على كل حال، هذه التحركات سنفهم تباعا الأهداف الحقيقية لها، هل هي فعلا صرف مطلبية أم أن هناك خلف هذه التحركات رسائل في السياسة، لا سيما وأن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كانا يعدان العدة لتحركات في الشارع إذا وصلت الأمور إلى حائط مسدود فيما يتعلق بالاتفاق على قانون للانتخابات. على كل حال، ليس هذا فقط المحور الأساسي في حلقتنا. قراءة في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية والخطابات التي يتبناها المرشحان اللذان سيخوضان المعركة في الدورة الثانية فيما يتعلق بالشؤون الإقليمية وتحديدا الملف السوري، وما لهذه الخطابات ووصول أي من المرشحين من انعكاسات على الواقع المحلي اللبناني من جهة والمحيط الإقليمي. لكل هذه التفاصيل نبحث مع الدكتور وليد عربيد. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني اليوم الشارع اللبناني يتحرك من جهة، وعم نشوف كيف المتغيرات في العالم من جهة أخرى على مستوى ما تشهد الساحات من إرهاب أصبح ما في له ضوابط، ما في قدرة على مكافحته أو استباق يعني حصول عمليات إرهابية، وتصاعد اليمين المتطرف ليس فقط في فرنسا إنما في أوروبا وفي العالم. يعني المشهد السياسي اليوم أو المشهد العالمي في العلاقات الدولية أو الجيوسياسي، نلاحظ بأننا اليوم في عالم متجدد يتغير بسرعة، وأن العلاقات الدولية هي علاقات دولية من الممكن أن تصبح جديدة. هل نحن ذاهبون إلى عالم متعدد الأقطاب؟ وهذا العالم المتعدد الأقطاب يقودنا أيضا إلى قراءة جيدة في التاريخ، وهو بداية القرن العشرين، وهو صعود الحركات المتطرفة والحركات العنفية اللي بتشبه لحد الآن يعني اللي بس اليمين المتطرف بأوروبا منه عنفي، منه يعني إرهابي، عنده مبادئ يعني يمكن كتير وعنده ولاء وأولوية لتاريخه. أنا ست ندى عم بحكي أولا أنه القرن العشرين بلش لبداية الحرب العالمية الأولى، كان في حركات يمني نتج عنا الفاشية والنازية. صح، هلأ نحن عم نحكي عن اليوم. اليوم القرن 21 يشبه إلى حد ما السعود، بس تغيرت المنظمات والحركات. اليوم نحن بنقدر نحكي بالإرهاب، بنقول الحركات الإسلامية المتطرفة، يعني تغيرت بس بعده نفس الكونسبت، يعني نفس انه صعود اليوم ببدايه القرن الواحد والعشرين ايضا حركات متطرفه، انما بمحاور اخرى، بمحاور اخرى، بوجوه اخرى. هلا لا تصد يعني ما فينا نحن نربط، ما فينا نربط الا بدنا نربط الشرق الاوسط باوروبا بالعالم بما يحصل لهم بالعالم. كل العالم مربوط ببعضه كل اليوم، لانه نحن قاعدين
يعني عم نحاول نبرز يعني نبني عالم متجدد يتغير، في تغيرات حتى بالفكر الإنساني في تغيرات. اليوم مثلا كنت بالمقدمة تبعتي حكيتي عن قصة فرنسا، فرنسا اليوم هناك كان في اصطفافات عمودية، اليوم ما عادش في اصطفافات، في توجه إلى بدنا نفوت بتفاصيل فرنسا لأنه مش المرة الأولى اللي بيوصل اليمين المتطرف أو الجبهة الوطنية إلى الدور. متذكر إيه يعني انتخابات جاك شيراك ووالدها لماري لوبين، انا كنت عم بغطيها وقتها بفرنسا، بس بتاني دوره كلهم تكتلوا ضد اليمين الفرون ناسيونال. بس قبل بدي استاذن من حضرتك، اليوم حافل نهارنا بالتحركات بالشارع، بدنا نفهم شو الهدف منها. بدي انتقل مره جديده لزميلنا مارون نصيف اللي كان عم بيتابع من الصباح الباكر تحرك الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستقدمين بمشاركة الاتحاد العمال العام. مارون، يمكن ما بعرف شو هالفيقة بين امبارح واليوم، اتحاد العمال العام عم بينزل على الأرض تا يواكب التحركات واليوم رفضا لخصخصة الضمان الاجتماعي. نهارك سعيد ندى، لإلك لضيفك وللمشاهدين. كما تشاهدون خلفي هنا المعتصمون، معتصمو موظفو ومستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقدموا من ساحة رياض الصلح إلى مدخل مجلس النواب. كان هناك نقاش بين المسؤولين وبين النقيب رئيس الاتحاد العمال العام ونقيب مستخدمي وعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة. كان هناك نقاش حول دخول إلى مجلس النواب، دخول وفد من المعتصمين إلى مجلس النواب للقاء رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي يناقش واللجنة مع وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة العام 2017. هذا المشروع الذي يعترض موظفو الضمان على مادتين أساسيتين به. كانت هناك اتصالات مع النائب إبراهيم كنعان، ولكن القوى الأمنية المولجة حماية مجلس النواب قالت للمعتصمين منذ قليل لا يمكن الدخول إلى مجلس النواب إلا بعد تأمين الإذن لدخول وفد ولقاء رئيس لجنة المال والموازنة. كما تشاهدون زحمة سير خانقة نتجت في شارع المصارف نتيجة هذا الاعتصام ونتيجة التقدم من ساحة رياض الصلح إلى مدخل أو أحد مداخل مجلس النواب. بين الحين والآخر كما تشاهدون بكاميرا الزميل سامي بيتموني تسجل سجالات بين المعتصمين والقوى الأمنية. سنحاول معرفة ما الذي يحصل هنا بجنبي. في عالم ماشي بده يسكر الطريق الشاب، ما بيصير في عالم طرق تركين. لا كلهم مضلين يمرقون هون، فين يفتحوها من هذا الشيء؟ خلص انا لو رحت من هون بدي كله فلو، هلا فلو كل الموظفين خلص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، كل فلو خلصت. وست الرساله خلينا نفهم ليش ما دلنا على جنب واقفين. العالم على راسنا وعينا، مش مشكلتي العالم. لا مشكلتك العالم، لا مش مشكلتي. نازل كرمال العالم، اكيد كرمال العالم ينزل يشوف السر. ينزل معي مالك على وهو ما له على اساسي. خلص ما تفوتي بالجدال، ما تفوتي بالجدال لو سمحت. اذا للاسف كالعاده سجالات بين المعتصمين بين بعضهم البعض، هناك من حاول او قرر ان يقطع الطريق. مارون بس فينا نفهم مين عم بشارع مين، يعني مين بده يفتح الطريق، مين بده يخلي الطريق مسكره؟ الاثنان الفريقان من المتظاهرين ومن المعتصمين من عمال الضمان ومستخدمي الضمان الاجتماعي. نعم. هناك فريق يريد قطع الطريق امام المواطنين، وفريق اخر يقول لا يجب قطع هذا الطريق هنا ولا يجب ازعاج المواطنين والتسبب بعدم يعني الخلاف بين بعضهم. فينا نشوف معك شو كيف رح تنتهي، لانه يبدو الامور عم تتجه ل يعني نوع من الحديه. والقوى الامن شو عم تعمل، عم تتفرج؟ القوى الأمنية ندى تحاول قدر الإمكان. يا ريت بنسأل المعتصمين اللي بدهم يقطعوا الطريق إنه شو ذنب المواطنين يلي بدهم يروحوا على أشغالهم بالتحرك. الغالبية الساحقة ندى من المعتصمين لا تريد إقفال الطريق، هناك مجموعة قليلة قررت أن تقفل الطريق وتدخل المسؤولون عن هذا التحرك. رجعت انفتحت الطريق. يبدو أن هناك حلحلة
كما تشاهدون تم فتح الطريق في هذه الأثناء أمام السيارات العالقة في شارع المصارف. إذن ما تشاهدونه هنا في ساحة رياض الصلح هو الاعتصام الذي دعت إليه نقابة عمال ومستخدمي الضمان الاجتماعي. محاولة التقدم التي تشاهدونها الآن بكاميرا الزميل سامي بيتموني كانت منذ حوالي نصف ساعة، بدأت منذ نصف ساعة عندما حاول رئيس الاتحاد العمال العام ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة ورئيس نقابة عمال ومستخدمي الضمان الاجتماعي الدخول إلى المجلس للقاء رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي يناقش ووزير المال مع لجنة المال والموازنة مشروع موازنة العام 2017. أوكي، على كل حال مارون نحن رح نرجع لك، يعني نهار اليوم طويل معك ومع الزملاء بالتحركات اللي عم نشهدها من هون ومن هون واللي بلشت امبارح بشكل هيك غريب ولافت. ما في شيء بالصدفة بيصير بلبنان دكتور، يعني انت نحن اليوم في حالة سياسية معينة. أنا بدي استعمل كلمات حتى ما أزعج ال احكي على راحتك. لا، أولا أنه اليوم نحن أمام يعني بعد يعني كم يوم بنعد الأيام من أجل إيجاد يعني أو من مدد للمجلس اللي صارنا ما بعرف كم سنة عم نمدد له وما في دم جديد عم يفوت على المجلس وفي بعدنا نفس الوجوه. نحن نؤمن، أنا شخصيا أؤمن بالتطور، بأنه هذا البلد الجميل الحلو لبنان ما تبقى منه، ما تبقى منه أنه كمان يعني يتلاقى بنظام انتخابي بنظام، خاصة أنه اليوم يعني اجينا رئيس جمهورية عنده إرادة من حديد أنه يفرض أنه وجهة نظره اللي طرحها وقت ما كان مرشح لرئيس الجمهورية. أنا على ما أعتقد اليوم أنه بفي الإدارة العامة، يعني الإدارة العامة فيها كتير موظفين رح نقولها بالعربي الدارجة دحوشة. صح، هي أنت لحد هلا يعني مجلس الخدمة المدنية كلهم اللي إذا بدهم يفوتوا ما بيقدروا بينجحوا بالامتحانات. أنا يعني من أجل بناء الدولة الحديثة، نحن نتطلع إلى بناء الدولة الحديثة. الدولة الحديثة تتطلب دم جديد، هي فكر جديد، وتتطلب أيضا إدارة جديدة جوفرنانس، يعني اللي عم بيصير هلا بفرنسا. فرنسا ما بيصير عملنا ننتقل لفرنسا ونحكي فيها. بعتقد اليوم انه خصخصة الضمان خارج عن الإطار، لأنه حتى الضمان خارج عن إطار شو؟ خارج عن الإطار السياسي الداخلي هلا بالوقت الحاضر، هيدي من الحرطقات السياسية الداخلية. بتشوف يعني هاي التحركات هي من ضمن الحرطقات لأنه الخلاف في مكان آخر أو الكباش في مكان آخر. الكباش هو كما اشتغل الكباش في مكان آخر، ولكن اليوم موازين القوى بتخليك تستعملي أي يعني ملف أنه يؤثر على الخصم الآخر. أنا بعتقد اليوم نحن في لبنان يجب أن نبني لبنان على نظام انتخابي يضمن لجميع أطياف الشعب اللبناني حق التمثيل. أنا شخصيا أؤمن وبعني بقول أنه أنا مع النسبية الكاملة، يعني من أجل بس نسبية كاملة كيف تقسيماتها؟ لا بدها هو النسبية في إعادة مثلا قانون أحزاب جديد، تقسيم جديد، يعني كمان في ثقافي نحن كمان المونتاليتي تبعيدنا. أنت بتعرفي قد بفرنسا بدنا نغير هالمونتاليتي، مش إذا بيطلع مدير خيي بصير أنا قاعد واقف قدام الباب عم بستعمل النفوذ يعني النفوذ تبعي. لا، نفوذ أنت جاي تخدمي الدولة، تخدم هذه السلطة اللي هالسلطة بتخدم المواطن. للأسف اليوم نحن بعد لحد هلأ بعدنا مش عم نظهر من سراديب الحروب الضيقة الشوارع بدنا نحن اللبناني مثقف. ليش بينجح اللبناني بالخارج بتلاقي هون عم يفشل، بتلاقي حامل العصاية على خيو. برأيك هيدي الضغوط لأنه مبين يعني تحريكه منه صدفة، المشاكل المزمنة وما يطرح معروف من كل الملفات، برأيك هيدي الضغوط بوجه رئيس الجمهورية والكباش على مستوى الصف الأول بالدولة، وهيدا رح يدفعه إلى تغيير مواقفه لأنه مصر الرئيس شو ما كان الثمن بده قانون انتخابي جديد أنا ينصف يعني كل اللبنانيين أقل هو. يعني أؤمن بأنه العماد عون، يعني اللي دفع يعني دفع ثمن غيابه عن بلده، وكنا نحن بريز وقت كان هو بريز، يعني أنت بتعرفي على القصة. والرجل لديه يعني تصور لبناء الدولة
طب هلا ما بدنا نحط له العرائيل، يجب التفاهم معه. انا بعتقد انه بس اللي حكم من الطائف وعمل الحرب قبل الطائف وعمل واستنفد الدوله وغرقها مثل ما الضمان غرقان بالديون وبالنهب وبالعجز، سهل انك تجي تحط له حدود؟ لا بدي اولا هذا النظام انا مسميه النظام الطوائفي. هذا بده الغاء، يجب ان نتوجه الى النظام المواطني، دوله الحق. يعني انا وياك بالعداله الاجتماعيه العلمانيه الكامله مثل ما كان بيحكي رئيس الجمهوريه كمان. انا مع العلمانيه الكامله يعني انا ما بعتقد، بس هون بدنا نشرح للمواطن العادي اللي انه شو العلماني، مش الاتيسم يعني الواحد الملحد. العلماني هو احترام الاخر، احترام راي الاخر، احترامه من دين اخر. يجب التوجه لانه نحن في بدايه القرن الواحد وعشرين يعني 2000 كيف اوروبا فصلت الدين عن الدوله؟ نحن لازم نفصل الطوائف عن الدوله ابدا. نحن انا كتبت، تذكري انا كتبت مقال بالحياه سنه 1993، لبنان نحو جمهوريه ثالثه. الجمهوريه الثالثه اللي بؤمن فيها نظام انتخابي عصري، كمان بدك احزاب يكون من جميع الطوائف، ولاقه يكون للوطن، مش ولاقه للمقاطعجيه ولا اللي بيامل لي وظيفه. اللي انا بعتقد اليوم يجب اعاده غربله كل شيء، يعني غربله، لا بدناش نقول الشخصيات، لانه السياسي بالبلد اللي صار فتره طويله حاكمه، بدنا دم جديد. انا دائما بستعمل بالفرنسي الفو انجكتي دو سون نوفو دون لو كور دو لتا، يعني بدك دم جديد، دم جديد بجسم الدوله، جسم الدوله. طب انت اذا ما بتجيب دم جديد كيف هالدوله بدها تتطور؟ لا عدا لحد هلا انا ابني بيقدر يطبع الاوردينتور هو عم بيطلع، بس انا بس بدي اطبع باصبع واحد، هو جينيراسيون وانا جينيراسيون، اعطيه لانه هو جينيراسيون تبعيتي، هو اللي عم تتطور، اعطيهم للشباب. بس مش عم تعطيهم مجال، عم بفلوا مش هدول الشباب. انت عم تخلي بس الشاب يذهب الى الخارج ويتعلم وبيصير بيرجع لهون يصطدم بواقع معين، انه بيروح لعند البيك او عند لنقول ما بعرف الزعيم الطائفي وزعيم الحزب، بيقول يا بيك وين بدي ضيف قهوه؟ باي صالون؟ حتى يلاقي له يمكن وظيفه حاجب على الباب او كاتب. انا بعتقد لا، يجب تفعيل اطارات الادارات الدوليه من مجلس خدمه مدنيه الى كل، انه تعطي الموظف انه يصبح كادر فعلي. طبعا هون كمان بده يكون في عنا اداه لمراقبه صعود الفساد، لانه بس يطلع واحد نايب، وهون يسمحوا لنا زملائنا النواب انه اجمعين المعاشات وما بيطلعوا كلهم 500,000، بس وقت ما يحطوا له 6 7 ملايين دولار على المعركه الانتخابيه، طب هذه شو معناتها؟ هذا نوع من الفساد. من اين لك هذا؟ هيدا خليني يعني سمحتي لي اليوم احكي اللي بقلبي. يعني انا دائما بضل لي انه اي واقف على الحياد، ما بدي مستقل، بس انا بعتقد انه اليوم من اجل مستقبل اولادي ومستقبل يعني الجيل الجديد بالشباب، يجب اعطائهم حقهم انه يكون لهم دور. يبلشوا للشباب. تعتبر دكتور انه وصلنا لهيدي المرحله مشان هيك الامور عم بتضيق الضيق والكباش عم يقوى؟ لا، ما في مجال الا بانصاف كل اللبنانيين بالاخر. انا مع انه العماد عون، هلا يحق لكل الطوائف يكون عندها ثنائيات وثلاثيات وكل شيء، اذا ان نحن بنظام طوائفي مركب، اذا صار في علمني يصير في قوى سياسيه غير موضوع، غير موضوع. انا وقت ما بدي اشوف انا ثنائيات وثنائيات وزعامات من طوائف، انا بدي كمان يكون في عندي دور بالوقت الحاضر انه اسس الى كيفيه تخلص من هالثنائيات الى المواطن الحقيقي. المواطن الحقيقي هي انه انا وياك منفرنا، نحن عم دولة العدالة بس دولة العدالة وقتها إذا كنت أنت بنظام طائفي مثل نظامنا، مش ضل الممارسة نفسها مثل الطائف. يعني في اليوم فريق أساسي من البلد عم بيطالب بمساواته بالحقوق والواجبات من خلال قانون عادل، واكتشفنا مع يعني مع هيك تمحيص الأمور ومتابعتها أنه ليس فقط المسيحيين عم بيطالبوا، في أقليات بطوائفها عم بتطالب أنه يكون لها الحق تشارك بالندوة البرلمانية. طبعا طبعا، وهذا أنا يعني الطائف، أنه بتتذكر أنا كنت بباريس، أنا مع ما كنت مع الطائف، بس أنا كنت مع أنه
بناء الدولة العلمانية، لأنه طالعين من حرب، هذا الحرب كلفت غالي، خلينا ننتقل إلى جمهورية جديدة فيها دم جديد، فيها يعني فصل الدين عن الدولة. نحن رحنا لأسوأ، ولكن اليوم إجا الطائف. إذا بدنا نبلش هلا بالطائف، خلينا نبلش حتى يبلش الثقافة السياسية عند اللبنانيين وتغيير الذهنية. بنقول لهم أنا بطالب الرئيس ميشيل عون اليوم إنه يعلن إلى تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية. أنا ساعتها بتبلش العالم تتعلم على كلمة كيف إلغاء الطائفية، إنه بتبلش إنه يعني تروح مثلا الواحد أفكاره قريبة لأفكار نقول حزب الكتائب، بروح ينتمي إلى حزب الكتائب، أفكار مثلا لحزب حزب الله بروح ينتمي إلى من طائفة أخرى. حر. وهذه الحرية عند المواطن إنه أن يندمج بالأحزاب. إذا عملنا نحن الغاء الطائفي السياسي وتنفيذ بنود اتفاق طائف من أجل بناء الدولة المدنية، نحن بدستورنا نحن دولة مدنية، بس بدك مسؤولين عندهم إرادة. أنا يعني أعطي الرئيس ميشيل عون، لأنه ميشيل عون لحد هلا كان بعده صادق بطروحاته، قال أنا مع نسبيه مع نسبيه وبعده لحد هلا، بس رئاسة الجمهورية مكبلة باتفاق الطائف. يعني أنت بدك مع أنه شفنا في صلاحيات يمارسها الرئيس تعطيه يعني القدرة على ردع. لا، ما هو بدك تقري النص جيدا. هون أنا بعتقد أنه المادة 59 بس بعد عنده خيارات. إذا وصلنا ل 15 أيار ما هو شو عنده خيارات غير أنه يطعن بقانون التمديد؟ رابورت فوس، ما هون بدك شوفي كمان أو لا، هو الكباش اللي عم نشوفه بالشارع اليوم، في مين عم بيسبق على الثنائي المسيحي اللي كان عم بيحضر للشارع إذا كان في جلسة لتمديد للمجلس النيابي رغما عن يعني إرادة القوى المسيحية، ومش إنه ساعة البدنة في ميسائية ساعة البدنة ما في ميسائية. طب اليوم في مين عم بيسبق على الشارع المسيحي بما نشهد من تحركات تدور في فلك معروف، يعني طبعاً نتزاكى على حالنا ونعتبر يعني حالنا إنه مش عايشين. أي فرد من الطوائف الأخرى يعترف بأن لبنان يعني بدون لبنان بلد رسالة، لأنه البابا يوحنا بس إجا لهون قال إنه بلد رسالة. أنا بقول لك أكثر من هيك، لبنان هو المنارة الثقافية ليس فقط في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. بعدك تؤمن بهيك يا دكتور؟ أنا بعدني لحد هلا بؤمن إنه كمان من الممكن أن يستطيع أن يلعب دور عماد ميشيل عون على أن يكون هو الجسر الفعلي للحوار بين الشرق اللي عم نشوف الأزمات منه والغرب. يعني الغرب المسيحي بالتحديد والشرق المسلم. نحن بدنا شخصيات، طب هذه الشخصيات القائدة بدها كمان مساعدة ومساندة من الأطراف الأخرى، مش لأنه كل طرف من طائفة معينة بدها تضل مسيطرة على الطائفة. يعني أي زعيم من زعماء أنا بسميهم مش الأقطاع مقطعجية، يعني يكلفون أسوأ يعني لا، الأقطاع بيكون يملك كل شيء بس المقطعجي هو مكلف من قبل الأكبر منه، وبيصير هو يتمرد على يعني المواطنين العاديين. نحن اليوم في عنا ملفات أهم، ملفات عنا كيفية حماية بلدنا من الرذاذ الأزمات الإقليمية على الداخل، كيفية حماية بلدنا من دخول الإرهاب إلى لبنان، كيفية حماية بلدنا من أنه نضلنا نبني مواطنة حقيقية، أنه مش يقول أنا والله طلع أنا من بيروت الغربية وأنت من بيروت الشرقية أو شيء. هذه كل مفردات سياسية يجب إلغائها، يجب يقول أنا موجودة بالنفوس بعد الأحزاب والطوائف، بعض الطوائف وبعض الأحزاب بتلعب على هالنغمة وعلى هالوتر. طيب انت بتعرفي كيف انه انت التهييج الطائفي هو اللي بيخلي هذه الزعمات الطوائفيه ضل قاعده مش 100 سنه 200 سنه و300 سنه، عرفتي كيف؟ لانه عم تشتغل على قصه يعني انه انا عم حامي عنكم، انا عم دافع عن اذا ما دفعت عنكم بتروحوا دعوسي او شيء. لا، نحن بالمواطن ببلد يعني للأسف اليوم يجب العودة إلى ما يسمى الفالور، القيم،
القيم الإنسانية، القيم الديمقراطية، الحرية اللي لبنان مخول أن يكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط. شو رأيك دكتور باللي بلش بعض الوزراء يعملوه؟ يعني لافت امبارح اللي عمله الوزير بيير بوعاصي، وقف واحد من مزاريب الهدر وقال الآتي، يعني الحبل على الجرار، يعني هالقد في بالوزارات، هالقد في هدر، هل بيقدر فعلا إذا في قوة سياسية عندها النية تحارب الفساد وتخفف من الأعباء على الدولة؟ لأنه الدولة مفلسة، يعني بعد بس بدنا نطلع نعلن ندق الجرس ونقول خلاص فلست وفعلا نقر بهالواقع. هل في قدرة إذا في قوة فعلا عندها النية تحارب الفساد تقدر تواجه كل هالحيتين؟ امبارح كان أنا شفت المؤتمر الصحفي تبعه لبيير أبو عاصي، كان لبق وعم بيحكي بكلام معقول، بس انت للاسف بعد الحرب الاهليه اللي صار دحوشه الموظفين بالفاتوره وغير الفاتوره، وكل زعيم قديش بيقدر يفوت، اذا اجى على الوزاره بيقدر يدخل، لانه ليه؟ لانه من الناحيه الاقتصاديه عندنا بطاله. طب هالبطاله إذا ما لقيت في 30% أنت مفيش عن هلا يعني ريسونسمون، يعني حقيقي قديش عدد العاطلين على العمل بلبنان بحسب أرقام البنك الدولي صاروا قاربوا 30% بسبب المضاربة من العمالة السورية، يعني وعندك 1,600,000 هذا المسجل، هذا المسجل من دون المسجل صاروا مليونين، يعني في مليونين، يعني نص الشعب اللبناني. عندك أنت 400,000 و450,000 فلسطيني، من عدد العراقيين وبتشوفين روح على شارع الحمراء بتشوفين قاعدين. صح. طيب أين هي الدولة التي تحاول أنه تضع قوانين من الحد للهجرة أو النزوح إلى لبنان؟ لأن لبنان ما بيستطيع، ما أنه دولة كبرى، يعني أنت بتقولي للولايات المتحدة الأمريكية بتستوعب كل الدول الكبرى تستوعب، ولكن لبنان لا يستوعب. بدنا نحن وزراء رجال سياسي مسؤولين. شو هن بيكونوا المسؤولين؟ قول انه مثلا الحد الادنى للاجور، اذا اعطيت الحد الادنى للاجور مع يعني الحياه الاقتصاديه، وانا ماني رجل اقتصادي حدا، ممكن انه تخفف العبء عن هذا الشعب اللبناني، وما تخلي اولادنا انه يهاجروا الى الخارج وعش يرجعوا. يعني انا يعني بتخسر الادمغه. ايه انا ثلاث اولاد عندي، يعني ثلاث اولاد، لكن يعني وحده بلندن ورامز ونادين بباريس، يعني هلا بدهم يرجعوا بيقولوا لي بابا ما احنا هون عم نلاقي وظيفه عمل. كثير حال عيال كثير. ايه ما هيك العائله، يعني كمان اللبناني بالخارج عم ينجح وين ما كان، عم بيروح بالهجره عم ينجح. طب اعمل له اطار انه يرجع. طب الاطار اذا ما بنيت الدوله حقيقية، يعني في عدالة بالتوزيع، بالتوزيع الوظائف كمان. أنا شو بهمني مين مكان يجي، إذا عملت أنا كونكور وقدم وطلع الأول لنقول سوري من أي طائفة، مهم الكفاءة، تحاسب الإنسان مش على 6 و6 يوصل مكرر. أنا يخلصي معاملتي، يعني لأنه المواطن وقت ما يروح الوزارات بده يرايح، بده يخلص معاملته. للأسف يعني للأسف أقول بعدنا لحد على القلم والورقة قبل ما نختم هذا المحور وناخد أول بريك تنفوت على الموضوع الفرنسي الأوروبي الإقليمي، بتعتبر بهذا العهد في فرصة، وهل هي الفرصة الأخيرة، وهل المدخل من خلال قانون انتخاب جديد؟ من يعرف ميشيل عون وعقلية ميشيل عون وتفكير ميشيل عون، كان ميشيل عون من وقت ما كان قبل ما كان قائد للجيش، وحتى وقت ما كان رئيس يعني قائد لواء الثامن، يرتكز بتفكيره إلى بناء الدولة، يعني يكون الدولة القوية، وهذه طبيعته لأنه طبيعة الرجل العسكري اللي بيحب، ولكن يصطدم اليوم بالمستفيدين من بسموه بالفرنسي لا فيبليس دو سيستيم. مين بيربح بالآخر؟ أنا بعتقد من بيفرض إرادته بالآخر؟ بده لك في لدى قوة ميشيل عون إنه منه بس بالطائفة المارونية قوي، ميشيل عون قوي بالطوائف الأخرى. إذا بدك تترك الحرية للطوائف الأخرى ممكن ياخد عون أكثر من زعماء الطوائف بحد ذاته. الطوائف الأخرى يلي فيها أقليات صامتة، يمكن يعني فيه، ما أنت الأقلية الصامتة هيدي مش عم تسترجي،
يا خايفه على وظيفتها يا خايفه على يعني بتخاف. انا بعتقد يجب التفاهم، التفاهم على كيفيه بناء لبنان المستقبل. ولا تعتقد انه بيلاقيه اليوم لرئيس الجمهوريه رئيس الحكومه بالذات يعني التوجه؟ يعني عم نشوف كمان عند رئيس الحكومه في اراده وفي هيك مثل مثل انه اندفاع للانجاز. ندى بدي اقول لك شغله، نحن لو المجتمع الدولي يعني هو مع استقرار لبنان ومع استقلال لبنان والحفاظ على سياسته، ولكن المجتمع الدولي لحد هلا لم يستطع حل حالات القضية التي تؤثر على الداخل اللبناني وهي الصراع العربي الإسرائيلي، يعني القضية الفلسطينية. أنا بعتقد يجب الانتظار لسنة سنتين إذا صار في طاولة مفاوضات. طاولة المفاوضات حول الشرق الأوسط، حول الشرق الأوسط وطاولة المفاوضات حول الشرق الأوسط، لأنه المجتمع الدولي الله يرحمه الرئيس الحريري نطر ب 96 وراهن على السلام، شو صار؟ عم لك أنا عم نحكي يعني عم نطرح ما في شيء مضمون. الرئيس الحريري، الرئيس الحريري أنا بتذكر بالمكتب عندي إجا الله يرحمه نبيل خليفي، قال لي بدي أسألك سؤال، هل نحن في بداية سلام أو بداية صراع؟ قلت له يا نبيل عم تسألني إياه، نحن بداية الصراع هلا بعد الشرق الأوسط. أنا عم بقول إذا المجتمع الدولي بحب لبنان كيف بده يعمل؟ يخفف علينا بقصة يعني المسائل الإقليمية اللي بتضر الداخل اللبناني، ساعتها نحن بنقدر نبني ونبلش نحط الدرجة الأولى المدمج الأول في بناء الدولة الحديثة والدولة اللي بتجمع كل الجميع اللبناني. على كل حال رح ننتقل للملفات الإقليمية، بس قبل ما ناخد البريك خلينا نشوف كمان شو الوضع أمام المحكمة العسكرية اليوم. يوم في جلسة محاكمة لأحمد الأسير، وبالوقت نفسه في اعتصام لأهالي المعتقلين الإسلاميين بدهم يطالبوا بعفو، وما بعرف إذا في تحرك لأهالي يعني عائلات شهداء الجيش. على كل حال خلينا ننتقل لزميلنا إدمون سيسين المتخصص في هذه الشؤون من أمام المحكمة العسكرية. نهارك سعيد، كيف الجو عندك إدمون؟ إدمون يمكن ما عم بيسمعنا. إدمون إدمون نحن على الهواء، إدمون نحن على الهواء، إدمون نعم نهارك نعم. سعيد، فإذا كيف الخير. الأجواء عندك؟ هل بدأت الجلسة؟ نعم صباح الخير. وعم نشوف في وراك أهالي الموقوفين الإسلاميين بالاعتصام، تفضل. نعم ندى، يعني كل الخيارات مفتوحة في هذه الجلسة في المحكمة العسكرية حتى هذه اللحظة. وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير ووكلاء الدفاع عن موقوفين آخرين في الملف هم يصرون على عدم حضور الجلسة المخصصة اليوم لمحاكمة أحمد الأسير وآخرين إلى حين البت بالإخبار المقدم من قبلهم حول وثائقي الجزيرة وأخبار آخر قدم في فترة سابقة يقول من أطلق الرصاصة الأولى في إشارة إلى حزب الله وتورط سرايا المقاومة في القتال إلى جانب الجيش كما يقولون هم ضد أحمد الأسير في عبرة. بمقابل هذا الكلام هناك أصرار من قبل رئيس المحكمة العسكرية الذي أكد في الجلسة السابقة أمام جميع المحامين بأنه في حال تعذر أو في حال لم يحضر أي من المحامين من وكلاء الأسير أو وكلاء آخرين فهو سوف يعين ضباطا محامين تنتدبهم المحكمة العسكرية من أجل السير في عمليات الاستجواب المتوقفة منذ أكثر من سنة منذ توقيف الشيخ أحمد الأسير، وهم يعتبره وكلاء الدفاع عن الأسير بأنه أمر غير قانوني. وبالتالي هنا يمكن يعني للموكلين للمتهمين للشيخ أحمد الأسير أن يلتزم الصمت في حال قررت المحكمة استجوابه في ظل حضور وكلاء عنه من قبل الضباط المحامين. الآن تشاهدون مواكب التي تنقل شيخ أحمد الأسير وبعض الموقوفين الآخرين إلى المحكمة العسكرية. إذن ندى يمكن للجلسة أن ترجع من قبل رئيس المحكمة أو أن يقرر إجراء آخر في هذا المجال. هناك إلى جانب تطورات جلسة المحكمة العسكرية هناك اعتصام لأهالي الموقوفين
الإسلاميين هنا أمام المحكمة العسكرية للمطالبة بعفو عام عن الموقوفين الإسلاميين. هم بدأوا يتجمعون، هم يأتون من صيدا ومن طرابلس ومن بيروت، والتجمع عند الساعة 11 صباحا أمام المحكمة العسكرية. خبرني اليوم عن أي عفو عم تحكوا، يعني من هذا العفو مين لازم يشمل برأيكم من الموقوفين الإسلاميين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، نحن كأهالي معتقلين إسلاميين جئنا اليوم إلى هنا إلى المحكمة العسكرية، جئنا من الشمال، جئنا من الجنوب، جئنا من البقاع، جئنا لنعتصم أمام المحكمة العسكرية ولنطالب بضرورة الأخذ بالإخبار المقدم لدى المحكمة العسكرية، وخاصة أن تقرير الجزيرة وما خفي أعظم أظهر للرأي العام وللجميع بأن الذي أطلق الرصاصة الأولى هو حزب إيران وأيضا سرايا المقاومة، حيث قاموا بقتل الجيش اللبناني، وهذا ما نستنكره وندينه بشدة. لذلك نحن اليوم أمام فرصة بس معطيات جديدة. الجيش ومعطيات الأفلام والكاميرات بمحيط عبرة، يعني ما بتقول هيك على الأقل بالتحقيقات الأولية والتحقيقات اللي عملتها النيابة العامة. جيد، إن يصرون على قول هذا فليأخذوا بالإخبار المقدم لدى المحكمة العسكرية، فلقد قدم المحامون وكلاء الدفاع عن أحداث عبرة، ملف أحداث عبرة، قدموا إخبارا فيه صور وفيه مقاطع فيديو تثبت بأن العنصرين اللذين قتلا في أول المعركة قتلهم سرايا المقاومة. ولذلك نحن نقول أن بعض الشباب أخطأ وتورط في معارك لا يريدها لا هو ولا نحن، فنحن لسنا دعاة تطرف ولسنا دعاة إرهاب ولا يمكن، يعني أنت أن العفو العام عن كل الموظفين، العفو العام عن كل السجناء الإسلاميين لعدة أسباب. السبب الأول يعني أن هؤلاء الشباب مظلومون. ثانيا، أن من تورط من الشباب تورط بفعل فاعل كما ظهر في تقرير الجزيرة. وصلت الفكرة، شكرا لك. أهالي الشهداء العسكريين في عبرة، جمان أبو صعب شقيق الشهيد جورج أبو صعب، عم بيطالبوا اليوم بالعفو العام أمام المحكمة العسكرية، وهناك إمكان لإرجاء جديد للجلسة لأنه وكلاء الدفاع عن الأسير وموقفين آخرين بالملف ما رح يحضروا. شو تعليقكم؟ هلأ موضوع الإرجاء الجلسة هيدا موضوع ببيت في رئيس المحكمة، هو كان حذر آخر مرة وقال إنه كل محامي بيتغيب، كل متهم بيتغيب محامي رح يعين له محامي عسكري ويمشي بالمحاكمة. هيدا موضوع هلأ منشوف شو بيصير بالقلب الجلسة. بالنسبة للعفو العام، نحن مرتاحين كتير، لن يشمل أي عفو عام أو خاص أي حدا مرتكب بأحداث ضد الجيش أو بأحداث إرهابية. هن فيهم يبقوا هون لبكرة وفيهم يبقوا شهر ويطالبوا قد ما بدون. نحن مطمنين هيدا الشيء ولا ممكن يصير، ونحن عنا رئيس جمهورية اسمه فخامة العماد ميشيل عون. شكرا لك، شكرا. إذا ندى، يعني هذه هي الأجواء الآن أمام المحكمة العسكرية في انتظار ما ستقول إليه هذه الجلسة من إرجاء أو من قرارات أخرى يقررها رئيس المحكمة العسكرية. طبعا نحن رح نرجع لك برسالة أخرى إدمو، متابع معك يعني طبعا كيف ممكن تكون مسار الجلسة وأجواء الاعتصامين بالخارج. رح ناخد أول بريك بحلقتنا ومنرجع مع منتابع حوارنا مع دكتور وليد عربيد، خليكم معنا. منتابع حلقتنا بالمحور الثاني مع الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور وليد عربيد. كنا عم نحكي عن موضوع الداخلي وربطاً نحن على الموضوع الإقليمي الدولي. خلينا ننطلق دكتور من نتائج الانتخابات الفرنسية الدورة الأولى. تفضل. أبا تعلق كنت على الاعتصام والمحاكمة. أنا مؤمن بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، يعني أنا ما فيني حط اثنين، واحد يطالب بالإفراج عن الإسلاميين ومرت الشهيد جورج أبو صعب اللي كان مقاتل مغوار شرس في معركة عبرة. لا، نحن شريحة كبيرة بالمجتمع اللبناني تؤيد الجيش اللبناني ولاسيما المغاوير منه، لأنه كانوا عم يدافعوا عن شرف الوطن وعن هيدا. يعني كلمة من القلب عم بحكيها، ما إلها علاقة بالسياسي بس إلها علاقة بنقل كمان ما يفكر به المواطن العادي. يعني كمان انه الجيش اللبناني الذي يقدم التضحيات، يعني بالتضحيات من عرسال الى غير عرسال، كمان ما فينا نقول انه نحطه بذات السله.
يعني الإرهابيين أو الموقوفين؟ للانتقال للسؤال كمان، لأنه بالقصة اليوم الانتخابات الفرنسية التي حصلت بدورتها الأولى، يعني بدورتها الأولى، يعني بتعرفي كانت في هي ضبابية، لأنه هذه الضبابية هي غياب الحزبين الرئيسيين التقليديين اللي دائما بيوصلوا للدورة، اللي لأنه كانت الصفافات عمودية، اليمين التقليدي من جهة واليسار التقليدي اللي بيمثلوا الحزب الاشتراكي. وهون شفنا أنه الحزب الاشتراكي تلقى صفعة، يعني أمام يحليا يعني على شوي بطل رح يكون عنده وجود ما أبدا. وهون بيعتقد أنه هل هناك تغيير في يعني في الخريطة السياسية بفرنسا؟ أنا بعتقد اليوم الاتجاه أنه لقطع الطريق على وصول اليمين المتطرف الفرنسي. أنا بعتقد خطاب مارين لوبين غير خطاب جون مارين لوبين، غير خطاب والدة. أنت بتعرفيها والدة سنة 2002، يعني كان هو شعاره فرنسا للفرنسيين، ويعني الخطاب العنصري الأكثر. بينما مارين لوبين توجهت نحو بسموها فلورتي بالشو اسمه، يعني مع اليمين التقليدي لا طرحت، بس كانت عم تعطي ملف، يعني خطابة دغدغ إذا بدك، دغدغ الشعور اليمين التقليدي. بس المبرز، ظروف بيا تختلف عن ظروف فرنسا وأوروبا حاليا. طبعا، يعني أنت بتعرف أن أول مرة تم انتخاب جون ماري لوبين كان سنة 1957، وبالتاريخ أنت بدك تقري التاريخ الجمهورية الرابعة، كان في حركة اسمها حركة بوجاد، بوجاديسم، وطلع فيها النايب اللي اسمه جون ماري لوبين، اللي كان هو ضابط بالجيش الفرنسي، ملازم كان مع فرنسا الجزائر الفرنسية، وعم يقاتل وكان ينزل يقاتل بالشوارع. نعم. لأنه اليمين المتطرف. ولكن اليوم تطور، هلأ رجع إجا بتعرفي بالقانون النسبي بفرنسا، عملوا من 86 ل 88 قانون نسبي، جابوا اليمين الجبهة الوطنية جابت 36 نايب على المجلس، انجبرت الاتفاق اليسار واليمين الغاء النسبية، رجعوا للنظام الماجوريتير على الطريقة اللبنانية. يعني ميتيران وقت ما رجع طلع رئيس جمهورية دورة تاني، اتفق مع جاك شيراك انه نرجع للنظام الاكثري. عسيباكي صرت تشوفي معارك انتخابية بعدين تريونجولير، انه ثلاثة يجي يسار يمين والجبهة الوطنية يتحالفوا. اليسار كان يقول، وهون بدنا نرجع نقول للكلمة، لأنه هون الفرون ريبوبليكان من أجل الدفاع عن العلماني والإجابة عن الفالور الديمقراطية، يجب إقامة ما يسمى جبهة الجمهوريين. الجمهوريين يعني معناتها أنه مثل ما عمل فيهم، أنه من أجل قطع الطريق على مارين لوبين انتخبوا ماكرون، ماكرون وإيمانويل ماكرون مرشح الوسط. الحزب الاشتراكي نفس القصة، انه انتخبوا ماكرون، بينما لحد هلا اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون لحد هلا قال له انا ما بعطي كونسين للجميع. بس اليوم نحن امام المشهد نفسه، انه بالدورة الثانية بنتذكر وقت وصل للدورة الثانية جون ماري لوبين وجاك شيراك، مع انه كل اليسار وكل الاحزاب الاخرى كانت ضد اليمين وضد جاك شيراك، لأنه عم بيخوض معركة الرئاسة لدورة تانية، كان يعني جربوا بولاية أولى، ولكن صبوا كل أصواتهم عن جان ماري لوبين. اليوم السيناريو نفسه سيتكرر مع اختلاف الظروف، يعني خلص النتيجة حسمت، هي لن تصل إلى الإليزي. بدي خبرك أولا بال2002 ليونيل جوسبان كان رئيس حكومة فرنسا، صح، وبتعرف كانت الكوابيتاسيون بين اليمين واليسار، رئيس الجمهورية يميني ورئيس الحكومة من الحزب الاشتراكي. جوسبان يعني تم يعني شو بتقول الكلمة، أولاده بالحزب الاشتراكي زحلطوه، تتزحلت سوري على الكلمة، لكن الكل يعني سياسته كان حتى جون كيرش ترشح للانتخابات واخذ حوالي 6%. ال 6% لو ما ترشح جون بيير شيفينمو كان اخذهم جوسبان، وكان صار جوسبان وجاك شيراك هو بالمرحلة الثانية، وكان طلع جوسبان رئيس جمهورية. نعم. لا، لكن اللعبة الانتخابية انه لاول مرة كانت الحزب الاشتراكي خارج السباق الرئاسي بالدورة الثانية. طيب، على وقت ما صار بالدورة الثانية انه جون ماري لوبين
اللي اخذ 18% بتذكر لانه جسمان اخذ 16% اي وجاك شيراك كان رئيس الجمهوريه اللي اخذ 23% كان بالقوه جبروا كل العالم تصوت. انا بقدر اقول لك فكره كثير اساسيه اليوم من الممكن انه مارين لوبين تقول بأنه يمكن بأنه لا مش رح تربح الانتخابات بالاصفافات اللي صايره وراء ماكرون ولكن معركتها انه ما تاكلها كف مثل ما اكلها كف بيا انه سكور سكور هون سكور لانه بالدوره الثانيه ما بننسى لا كيف رح يجيب جاب 80% جاك شيراك كل العالم اكثر رئيس بيجيب اعلى نسبه ومش غراما فيه وقت لا ما حدا في ناس ما كانت تصوت له ما بتحبه بس راح تصوت له بنكي بان لا يصل اليمين المتطرف الى نعم. السلطه. انا هون معركتها لانه عندها معركتين مارين لوبين وهيدي معركه عندها معركه سكور بالدوره الثانيه معركه داخل الحزب لانه مهدده بيا انه اذا انت لم تنتصري بالانتخابات الجوهره في ماريون لوبين اللي هي بنت اختها اللي هي نيبي ومعروفه عنها بتطرفها الاقرب فكريا الى بيا الى جده الى جده الى جده فهوني انه اذا ما انتصرتي ما عاد في لك شيء بالداخل الحزب الجبهه الوطنيه. ثانيا معركتها انه تجيب سكور اذا ما انتصرت تكون تجيب سكور انه يعزز وجودها تعزز وجودها 48% 52% بس مش هين سكور عالي يعني مزاج الشعب الفرنسي يتغير يعني فعلا الإرهاب في العالم أدى فعله صار في عداء بين الغرب والشرق أو بين الغرب والإسلام. أي ملف هلأ بال 15 يوم ملفين بيقدروا يهزوا الوضع الفساد بيطلع له كمان أنه شي ملف على ماكرون أو ملف على زيدي على مارين لوبين بتأثر على مزاج الناخب الفرنسي أو أي عملية مثل ما صار بالشانزليزيه هديك اليوم. هذه كمان الفرنسي اللي هلأ متمسك بالديمقراطية كمان عنده خوف وهذا بالواحد بدنا نكون نحن واقعيين. بس لح أقول لك شغلة كتير أساسية اليوم أسهم البورصة مرتفعة نظرا أنه ماكرون سيصبح رئيسا لأنه القطاع المصرفي يدعمه القطاع المصرفي وراء. أنت بتعرف أنه ماكرون من اللوبيات اللي دعمته اللوبي الإعلامي اللي مثلا تلفزيون بي أف أم كل الوقت ماكرون الصحف القطاع المصرفي. ليش؟ اولا لانه صحيح انه في ناس بيقولوا انه ما عنده تجربه سياسيه لانه من 3 سنين تعين وزير ولكن هناك اللوبيات اللوبي روتشيلد لانه كان هو موظف يعني؟ هلا بدك تشوف اللوبي لانه ليه بتسمع خطابه خلينا نقول فيش عنده خطاب تسمع الخطاب مين هلا بتحس هيدا يعني مع احترامنا للكل على كل حال خلينا نحن بأمورنا بس إنه إذا الواحد بده يقرأ بالخطابات وينه الخطاب الزعيم الفرنسي أو الرئيس الفرنسي الذي سيقود فرنسا بالخمس سنوات المقبلة على كل حال زمن ميتيران ولا يعني هلأ ميتيران اللبنانيين بيحبوه في تاريخ خاص بينه وبين اللبنانيين أنا الشخصية اللي بحبها بفرنسا هي ميتيران لأنه كان مثقف انتهى من بعد ميتيران ما عاد في شارل ديغول ميتيران اثنين هود اثنين عمالقه وبعدين للاسف صاروا يجوا كانه موظفين يعني موظفين يعني انت هلا بين ساركوزي وهولون الاثنيناتهم منه هوديك القامه الرئاسيه بس بمكان ما ساركوزي رجع عطى وقت ما كان وزير داخليه حسيت كانه في هيبه ما او في جراه على تعاطي بملفات هي تابو بفرنسا بس اليوم ضايع البوصول لا 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 البوصلة حتى هي بلشت هون إذا بدنا نبلش نحن بالحكي هذه تجربة العولمة وأنه اثنين اللي كانوا مع العولمة أكثر هني ساركوزي وهولون أنه ماشيين وراء الولايات المتحدة الأمريكية بملفات عديدة في العالم. أنا بعتقد اليوم الفرنسي يبحث عن شيء آخر شو؟ ماذا يبحث؟ كيف سيترجم بالدورة الثانية من انتخابات؟ ماكرون أتى لانه حتى هلا في بسموه ليكلاتمو دو بارتي سوسياليست تمزق الحزب الاشتراكي بين اتجاهين اتجاه اليسار يسار اللي هي الفروندور كانوا اللي كانوا واقفين بوجهه لهولاند والسوسيو ديمقراط اللي هن بيركضوا ليتحالفوا مع الوسط مع بيرو وهيدا اذا صار في عمود فقري
انضربت الأحزاب الصفافات العمودية اليمين التقليدي، صدر عنا يمين متطرف فيكتوري، مش متطرف كتير بس ذو وجه التطرف مارين لوبين، ويسار ذو وجه متطرف اللي هو يقوده جون لوك ميلونشون. بيبقى الخط الوسط، لأنه الوسط من سنة 81 بعد ما فل فاليري جيسكار ديستان ما عادش وصل للسلطة، لا عنده لا رئيس حكومي ولا شيء، سكروا عليه الديغوليين من نار والاشتراكيين من مال. فالسؤال بيطرح نفسه، هل ماكرون يمثل اليوم العودة؟ لأنه أنت ما تنسي كمان أنه الوسط كمان الديمقراطي كريتيان، الكنيسة الكاثوليكية، هلا في ناس بيقولوا أنه الكنيسة الكاثوليكية ماشي مع لوبين، لا هي ماشي مع ماكرون، لأنه كمان الديمقراطي كريتيان اللي بتشوفيهم بالبروفانس بالمناطق بالروتان حد بوردو كلها هيدي مع ماكرون، وأعطته أصوات لأنه هذا أصوات الوسط أنه بده يكون لهم دور. هلا الخارطة السياسية والتغيير في فرنسا حاصلة، هل نحن سنتجه؟ لأنه كمان نحن عم حكينا عن شيء داخل، مارين لوبين اشتغلت على ملفات الإرهاب، الهجرة، وصلنا للموضوع الإسلاموفوبيا. أوكي. طب هو بينما كيف؟ هو كان إعادة ضخ الأموال وجلب المستثمرين. بس كيف بده يجلب مستثمرين وضخ أموال إذا ما قدر يواجه الإرهاب والإسلاموفوبيا والانقسام اللي عم بصير، أو بطل في حوار أو بطل في تزاوج بالمجتمع الفرنسي؟ لا، أولا أنت ما فيك تقولي بالإسلاموفوبيا، لأن هون بده شرح. الإسلاموفوبيا أنه أنت عبتعطي صورة للإسلام أن يخيف المواطن الآخر، بس أنت في عندك 7 مليون مسلم في فرنسا. الإرهاب من عند المسلمين بيمثل 0.1001، بس ما حط خارطة الطريق لمواجهة هذا الإرهاب وللفصل بين المسلمين الفرنسيين وبين الإرهاب بالإجمال. حط هو أنه 10,000 جندي وشرطي أنه بده يدخلوا للإدارات الدولية. أولا فهمت 10,000 يعني بده يعلن عن شو بسموها دخول، يعني تطوع 10,000 شرطي من أجل الحفاظ على الأمن. أنا بعتقد مش الأمن الأهم، بس هي بهذه الإجراءات أو بالسقافة وتدخل تطمن العالم وتحسس أنه المجتمع تبعك أنه أول شيء ما فيك تنقذ من 7 مليون مسلم وكلهم تحطهم بسلة وحدة مع الإرهاب، وتانيا شو ما عم بيصير، كل حادثة عم بتصير عم بتكبر النقزة. أنا بقول لك أنه يعني ممكن يكون المتطرفين 0.001 يعني 500 او 1000 واحد، ما هو عندهم الليست اس هيدي عند الاجهزه الامنيه موجوده في فرنسا. انا بعتقد اكثر من هيك رح اروح ازهق اكثر، انه اليوم المطلوب هو ضرب الصوره، صوره فرنسا يعني الايماج. انت بتعرفي بالاعلام انه بس الايماج وتصير سرير الايماج فرنسا الدوله الديمقراطيه، انه وقت ما انت تشوفي الفيجي بيرات 3 عسكريين عم يتمشوا بالشونزليه معهم، هيدي مش هيدي، لانه هيدي بلد من ايامنا كانت ايه صارت انه صارت ايامنا وقت حرب العراق وهيك، وكان في استنفار وحال طوارئ حتى. اول انا بعتقد انه اليوم ضرب الصوره، فرنسا عندها القدرات الامنيه انه تقدر تحدنا، بس مارين لوبين استعملت هيدي الملفات بالواجهه اكثر من الملفات اللي بتهم الناخب الفرنسي، اللي بتهمه هلا كيفيه محاربه البطاله. انت بتعرف عنده 11%، لا قدر لا ساركوزي ولا هولندا ينزل، ومش عم يقدر ينزلون، وزياده على ذلك 6 مليون تحت حافز الفقر. يعني انت بتعرفي هودي بيروح بياخذوا مساعدات كل اخر شهر 300 يورو مشان ياكلوا. ثاني انه انت فرنسا اقتصاديا راحت من 3A صارت 2A، يعني عرفت كيف؟ هيدي بده يرجع، اي بده يرجعها ماكرون. انا بعتقد انه هلا صعود يعني اسعار الاسهم وعوده المستثمرين الفرنسيين الذين غادروا رغما عن التهديدات الارهابيه والامنيه رغما عنا، يعني اولا يتعامل الفرنسي والامن الفرنسي يتعامل مع الحركات هيدي، لانه هلا بخوفوك بيقول لك انت من الازمه السوريه رح يرجع كذا فرنسي قاتلوا بسوريا، وخوضوا رح يعني يتفاعلوا مع الشارع بفرنسا. انا بعتقد فرنسا دوله عريقه،
يعني هلا السؤال الاهم هو توجهات مارين لوبان وماكرون تجاه اوروبا. صح. كل واحد عنده مشروع، هذا مشروع ما هي كانها بتمشي على طريق بريطانيا والاستفتاء اللي حصل بالمملكه المتحده. فريكسيت. فريكسيت محل بريكسيت. انه انت بتجي ب ب ب الاتحاد الاوروبي، ما كان يقول جون ماري لوبان البي يقول نحن مع اوروبا الامم، يعني عم يرجع للإتناسيون للأمة. إتناسيون مش الأنيو أوروبيان. إيه. يعني إنه نحن شو بدأ فتح الحدود و... بينما اللوبي الأوروبي في بروكسل كان حاطط كل تقله إنه ماكرون مش فيون. طبعا يكون تطلع فرنسا برات الاتحاد. لا لأنه الأوروبي. كمان لفرنسا، ما أنت موازين القوى والدور والإيماج لفرنسا. فرنسا بدون أوروبا ستصبح دولة متوسطة، يعني من الناحية الديموغرافية. والاتحاد الأوروبي من دون فرنسا بيصير ضعيف، بيروح نحو التمزق. يعني عرفتك لأنه هلأ الزاوية الأساسية للاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا، ألمانيا الاقتصاد والمال، وفرنسا القوة العسكرية والثقافية. يعني ما تنسى أنه الدبلوماسية الفرنسية الناشطة في العالم هي المدرسة الفكرية الفرنسية الثقافة فرنكوفونية. ايضا هناك حامل الطائرات فرنسيه، وهناك شارديغول يعني، وتسع غواصات نوويه تؤمن الغطاء الامني للاتحاد الاوروبي. طبعا هون الولايات المتحده الامريكيه بتقول انا الذي اؤمن الغطاء الامني للاتحاد الاوروبي. طبعا الولايات المتحده الامريكيه بخطاب اوباما او بخطاب ترامب انه اوروبا هيدي لازم يكون بس اقتصاديا وليس على ترامب وليس انه لا دور لا عسكري يعني ولا سياسي، لانه هناك سياسات اوروبيه وهناك جيوش اوروبيه. بينما هلا الفكره هي يصير في توحد، اقامه مؤسسه عسكريه موحده. هلا بيصطدموا هودي، بس هيدي سياسات مختلفه واضح يعني على اساسها. اذا ماكرون اذا هلا بتشوفي بس يطلع ماكرون رئيس جمهوري، اول زياره رح يعملها لوين؟ لبرلين، ليأكد على التحالف العميق بالحلف الألماني الفرنسي، لأنه بريطانيا إذا خرجت ما شارل ديغول كان يقول شارل. خلينا نختم هيدا المحور، ولكن يعني واضح كيف الأمور رايحة بأي اتجاه، بس ماذا عن الاستحقاقات الأخرى من نيابية لبلدية؟ ما كمان في صعود لهذا اليمين المتطرف، لا يسمى يمين أو الجبهة الوطنية، أو يعني اللي الفرنسيين اللي متمسكين بتاريخ وبجذور وعندهم اعتبارات تختلف عن اعتبارات آخرين. هو دايما بيقولوا الجولة الأولى الجولة الثانية بس الجولة الثالثة. الجولة الثالثة هي الانتخابات النيابية. الانتخابات النيابية بعد ما يتم انتخاب رئيس الجمهورية في 7 أيار بيسلم سلطاته ب10 أيار، يدعو إلى استقالة الحكومة ويدعو إلى الانتخابات الفرنسية اللي بيكون بأول حزيران. نعم. طب لماذا الجولة الثالثة؟ الجولة الثالثة لأنه كل رئيس جمهورية مين بيعمل أكتريات بده يعمل أغلبية يكون مرتاح فيها بالجمعية الوطنية. للأسف اليوم لا ماكرون ولا مارين لوبان بيقدروا يعملوا، لأن فيش عندهم الانفراستركتور مرشحين. هيدي الخطوره انه اليوم كيف مين رح يعمل الاكثريه في البرلمان؟ مجبور ماكرون انه يرجع يتقارب مع الحزب الاشتراكي ومع مع مودام لحركه الوسط اللي بيروت بيقودها من اجل تامين قوه انتخابيه، يعني اغلبيه برلمانيه لإله بمجلس ال مع انه اذا الواحد بده يفكر فيها بيقول يمكن بسبب ما يجري في اوروبا او الامور اذا بالمقاربه هيك المبسطه انه بالانتخابات المفصله يعني على مستوى المناطق والانتخابات النيابيه والبلديه، مثل ما في كثير دول اوروبيه صار في عوده لليمين المتطرف، هذا الامر الرهان انه يحصل باوروبا بفرنسا. هو شو صار مثلا في
في بريطانيا. نعم. هلا واللي صار بفيينا انت بتعرف على شيء بسيط، كان رئيس الجمهورية ان يصبح من اليمين المتطرف النمساوي، ولكن اليوم وحتى في ألمانيا هناك يعني حركات عم تبلش العودة الى الى الحركات المتطرفة. بدي اقطعك دكتور، بدي انتقل للمقاومين تنشوف شو تصريحهم بعد اجتماعه. طلب موعد من الوزير، انما كان تحرك مطلبي نتيجة التسويف والمماطلة بحل هذا الملف. تحركنا أمام وزارة الطاقة للمطالبة بالحل الجذري والنهائي ل 1400 عامل، ولم يكن لطلب موعد. أما منذ البارحة حتى اليوم جرت اتصالات حسيسة مع كافة المعنيين بالملف ومع لجنة العمال المقاومين، وتحدد بموجبها موعد مع معالي وزير الطاقة حيث أنه سيسافر غدا. تحدد الموعد يوم الثلاثاء القادم الساعة 11:30 في وزارة الطاقة. يعني فاليوم يكون موعد نعم حدد الموعد مع معالي وزير الطاقة يوم الثلاثاء القادم الساعة 11:30 في وزارة الطاقة. فتداعت اليوم لجنة العمال المقاومين واجتمعت في مؤسسة كهرباء لبنان وأخذت القرار التالي. بعد مشاورات بين أعضاء اللجنة قرر الأعضاء مجتمعون ونتيجة الاتصالات التي حصلت والتي لمسنا منها بعض الإيجابية، وحيث تحدد الموعد يوم الثلاثاء لفتح باب المفاوضات، الثلاثاء سيكون يوم للمفاوضات بين لجنة المقاومين ومعالي وزير الطاقة. قررت لجنة العمال المقاومون البقاء على توقيف الأعمال فقط، توقيف الأعمال في كافة دوائر مؤسسة كهرباء لبنان وفي المركزية، ولم نلجأ إلى التصعيد بإقفال المؤسسة إن كان في المناطق أو المركزية، بل أبقينا على قرار توقيف الأعمال فقط لا غير. من شوي كنتوا عم تقولوا رح نصعد، يعني تلقيتوا الاتصال هلأ منذ لحظات من مكتب الوزير؟ مكتب الوزير منذ البارحة مثل ما خبرناكم كان في اتصالات حسيسة، واليوم تم تأكيد الموعد صباحا أنه يوم الثلاثاء سيكون الموعد لفتح باب المفاوضات، ولذلك نحن إيجابيين، وما زالت هذه اللجنة تتابع قضية 1400 عامل وهي إيجابية، وفتحنا باب المفاوضات. سنبقي على توقيف الأعمال فقط حتى يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء سنجتمع بالوزير ونأمل مش تسكير، ليس اقفال، انما توقيف اعمال، توقيف اعمال داخل مراكز العمل. المقاومون يعتصمون داخل مراكز عملهم ويوقفون الاعمال، ولكن سنبقي بالمناطق والمركزيه، ولكن طبعا سلميه حضاريه مثل تاريخنا، تاريخ هذه اللجنه وتاريخ المقاومين اللي بيشرف الحركه العماليه بالوطن. يوم الثلاثاء سنجتمع بمعالي الوزير. هناك طروح عديده طرحها معالي الوزير، وباب للحل اعتبرناه ومن قبل معالي الوزير. لقد طرح معالي الوزير في اجتماعنا معه، اخر اجتماع تم منذ 2.5 شهر، طرح معالي الوزير موضوع التعويضات، واصر على مبدأ المذكرة 897 ولم يبدي اي استعداد لاخذ اي من الفائض. فطرح موضوع التعويضات، كانت لجنة المقاومين وتفاوضت مع معالي الوزير بهذا الصدد، وأكدت أنه إذا كانت التعويضات 10 ملايين عن كل سنة عمل وأسوة بكازينو لبنان قد تقبل اللجنة، وعرضت وعملت استفتاءات داخل بأوساط المقاومين فوجدت موافقة على هذا الأمر. في حال كانت التعويضات 10 ملايين عن كل سنة عمل ممكن يوافقوا المقاومين على هذا القرار، وإذا كان هذا باب للحل فيد اللجنة ممدودة لهذا الحل. ومرتبط الأمور بيوم الثلاثاء، إذا أبدى الوزير استعداد لوضع الحل على السكة الصحيحة وإنصاف 1400 عامل بدون تثبيت، بس تنفهم واضحة الأمور. نحن وضحنا أسوة بكازينو لبنان إذا كانت التعويضات مش بديل أبغض الحلال هذا الأمر، قد نقبل بهذا الأمر، ولكن غير هذا الأمر نحن متمسكين بموضوع الإبقاء على موضوع القانون 287 وتنفيذه. في كلمة بعد بدي أوضحها، بدي زيد على كلام خينا أبو حيدر علي الحاج يوسف. نحن طبعا ليس وعيدا وليس تهديدا، نحن نهار الثلاثاء نحن طبعا مثل ما قال علي نحن سنوقف الأعمال بكافة الدوائر والمركزية، نحن في والمعامل الجي والذوق. نحن في كان حال في حال كان معالي الوزير إيجابي نهار الثلاثاء 11:30، طبعا نحن رمز
ونحن عنوان للإيجابية. نحن لسنا قطاع طرق ولسنا هواة اعتصامات ولا أضرابات. أما في حال كان سلبي لا سمح الله، سلبي إن شاء الله ما يكون سلبي معنا، ونحن منحد الوزير ما يكون سلبي، لأنه شاب يحمل طموح وهموم الشباب، وأتمنى من معالي الوزير أن يحس بالشباب وبالشبات. فلذلك في حال كان سلبي معالي الوزير معنا، نحن سنلجأ إلى تصعيد لم تحمد عقباه وسيفاجئ كل اللبنانيين بإذن الله. يعني تصعيد، يمكن نسكر المعامل، نقطع الزوق، نقفل كهرباء لبنان، بس تسكير طرقات اكيد لا، لانه احنا مظلومين، مش حنظلم المواطنين معنا. طيب شو بتقولوا على اللي عم بيقول انه عم تتحركوا من وراء؟ لا 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 لا، نحن ما في اي جهه سياسيه، باردون شوي، باردون، نحن ما في اي جهه سياسيه بالعكس بتحركنا. نحن هذا القرارات نابعه من عقل اللجنه، هذه القرارات نابعه من قرارنا، هذه اللجنه ما بدي اقول، ما بسمح لنفسي انه بقول انه هذه اللجنه تمثل جميع الاقطاب، جميع المذاهب والطوائف والاحزاب. نحن ثقافتنا كم يومين مش هيك، هذه اللجنه تمثل جميع اللبنانيين وهؤلاء اللبنانيين. يعني ليس صحيحا انه الرئيس بري هو اللي عم بحرك. نحن بنشكر، نحن بنشكر، نشكر كل اي جهه سياسيه. اذا الرئيس بري واقف مع جنبنا بنشكره، اذا الرئيس دوله الرئيس سعد الحريري كمان بيقف مع جنبنا بنشكره، الجنرال ميشيل عون يجب ان يقف مع جنب هؤلاء الناس لانه نحن اولاده وهو بي الكل، كمان نشكره مسبقا. وبدي استغنم هذه الفرصه وبدي ناشد دوله الرئيس سعد الحريري، وبدي اقول لك يا دوله الرئيس، انت بي العيش المشترك، انت بي الوحده الوطنيه، انت راح السلم الاهلي بلبنان، هؤلاء اليوميين لبنانيين. ونحن بنعرف ثقافه رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، ما بيميز بين لبنان، بين لبناني وخيو لبناني. فلذلك بتمنى انه يطلع هذا الموضوع من مبدا السيد دوله الرئيس الحريري ودوله الرئيس يعني نبيه بري هو بي المحرومين المظلومين، كمان بنناشده مثل ما بنناشد رئيس الحريري، وبنناشد اخيرا فخامه رئيس الجمهوريه اللي هو بي الكل الجنرال ميشيل عون، بنقول له يا فخامه الرئيس، نحن 1400 عائله، في قدامنا خيارين، يا ندخل على هذا بيتنا اللي هو اشيد على كتافنا، او بدنا 1400 فيزا. للاسف الشديد نحكي بهالطريقه. نحن بتمنى منه يعمل لنا واسطه مع السفير الامريكاني او الفرنسي او الفنزويلي او السويسري لنسافر برات هالبلد، هي البلد إلنا، نحن مش حنتركه. يعني عم بقول انه بدنا فياز، لانه عن جد شر البليه ما يضحك. كل المهمين راضيين عنه طبعا، كل يومين راضي عن الموضوع. لا لا بالعكس، هذا قرار، هذا قرار باثق من اللجنه، وهذه اللجنه تمثل 1400 انسان بالبلد، وهذا القرار محسوم عنا. هلا بس بدي اعلق على شغله بالنسبه للكلام اللي قالته. يعني الدكتور، تحرك وراء تحرك فعلا. برجع للسؤال الأساسي بالأول طرحته المقدمة وسألته لحضرتك، أنه الأهداف في الكابينة وراء هذه التحركات، لأنه المطالب هي ذاتها وما تغيرت، أنه شو هيك اللي أطلق شرارة هذه التحركات؟ هلا أنت بتعرف أنه الأزمة السياسية في البلد، يعني ممكن أن تطلق شرارة، يعني شرارات، يعني مثل ما شفناها امبارح قدام وزارة الشؤون الاجتماعية، وحتى امام اليوم امام الكهرباء ومحكمة العسكرية، المحكمة العسكرية، يعني وكمان في من يحرك يعني يعني الملفات هذه. انا بعتقد اليوم انه حسب هيك ما بدي ادخل بال نشوف على كل حال وين نحن يعني متجهين، بس للاسف يعني على كل عامل وكل فلاح بحق له انه يكون، بس أكيد. بس في اداره انت مش عم بفكروا انه انت من وين بدك تجيبي اموال. ما نحن لحد هلا عندنا مديونيه عامه كبيره، مش عم نقدر ندفع نحن بالمديونيه تبعيتنا. بدك تجيبي انت، يا بدك كتري ضرائب، وبدك تجيبي الضرائب، لانه الضرائب من الممكن انه بدك تشوف انه اذا بدك تدخلي 1400 على الاطار وزاره الطاقه، بدك كمان تشوفي من وين بدك تجيبي التمويل، كيف بدك تخفف المزاريب الهدر. انا بعتقد انه البلد بده يد من حديد وفكر من حديد، يعني حتى يقدر يكمش هالهدر اللي صاير بالملف، يقدم على يعني يقوم باجراءات لتوقف الدوله، يعني شوي على اجراءات، لانه نحن انه هون في بدوله الطوائف، انه بدك من تفاهم. هلا نحن عندنا الاراده هون انه الرئيس ميشيل عون عنده اراده انه بناء هذه الدوله، طب ساعدونا حتى انا ماني عوني حتى عم دافع هيك، بس انه انا عم بدافع عن الحق، انه خلينا نفكر سوا
من أجل انتقال هذه الدولة اللي وقعت 15 سنة بحرب أهلية و15 سنة بوصايات ما منشو، خلينا نبني دولة حديثة. الحديث اليوم أنه كل العالم تفكر يعني ببناء دولتهم، بناء كياناتهم على الطرق الديمقراطية. نحن للأسف بعدنا حد اللقم. احنا في توصيف لوضعنا. على كل حال كان لكم تاني بريك بحلقتنا ونرجع للمحور الأخير بما تبقى لنا من وقت. بريك ومنتابع. منتابع حلقتنا بالمحور الأخير. يعني بعد عنا تقريبا 6 دقائق دكتور، كنا عم نحكي عن موضوع الانتخابات الفرنسية اللي هي يمكن نموذج عما يجري في أوروبا على واقع ما نشهده من أزمات في الشرق الأوسط، تحديدا الحرب في سوريا وأزمة اللجوء إلى أوروبا. طب الخطابين مختلفين، يعني خطاب لوبان يطمئن الفرنسيين لحقنا ناحية أنه لا بفضلوا النظام على التطرف وعلى الإرهاب، عكس ماكرون. طب هذه الخطابات اللي عم تتنامى انعكاسها على الواقع الإقليمي؟ يعني أولا أنت بتعرف أنه من العناوين الرئيسية للحملة الانتخابية لمارين لوبان أنه الهجرة، كيفية الحد من الهجرة. نحن عم نشوف أنه كل عمرها سياسة الجبهة الوطنية. نحن عم نشوف الهجرة هلأ بالوقت الحاضر لأنه في الأزمة السورية والهجرة السورية العراقية بسبب الحروب. بسبب الحروب عملية ولكن مستمرة. هناك الهجرة اللي كل يوم عم ينزل كذا قتيل بالبحر المتوسط اللي جايين من شمال أفريقيا أو من أفريقيا هربنا من الفقر. وانت بتعرف أنه البحر المتوسط له تسميتين، غربي بحر المتوسط وشرقي بحر المتوسط. غربي بحر المتوسط العنوان الرئيسي تبعه هو الهجرة والبيئة، يعني الحد من الهجرة، هجرية الجنوب إلى الشمال. طبعا اليوم اليمين المتطرف بده يأخذ بعين الاعتبار أنه أوروبا أصبحت دولة القارة العجوز مثل ما قال رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي، وهي يجب الحد. عسبك نيكولا ساركوزي كمان قال نحن مع الاميغراسيون شوزي، يعني نحن لازم أن نختار الانتليجنس اللي يجي لعنا مش مين مكان. ولكن اليوم أصبحت اليوم بعد ما فتحت تركيا أبوابها وبحرها للهجرة العشوائية من تركيا إلى أوروبا، أصبح هذه الهجرة من العوامل الاستراتيجية اللي تدخل في بسموها بالفرنسي ديستابيليزاسيون دي لوروب. يعني انت وقت ما زعزعت الاستقرار. انت هلا مثلا فرنسا لا تستطيع بدها حمل يعني لاجئين اكثر، بس بحاجه الى عمال بدها توقف، يعني في شغلات كثير. فاصبح هذا الملف هذا من الملفات الرئيسيه. هوني ماكرون بديش دافع كثير عن ماكرون، بس كمان بدي دافع بيقول لانه هو يربط هذا الملف مش بفرنسا، يربطوا بأوروبا. لأنه كمان أنت شمال أفريقيا وخاصة الأزمة لنقول الإرهاب والهجرة والمخدرات والمافيات عم تجي من وين؟ تجي من ليبيا. ليبيا يعني أنت من ناحية الأمنية الأمن القومي الأوروبي أصبح في خطر. يعني حسبي أنه مثلا داعش ترمي صاروخ سكود بيصيب 200 عم يوصل على الشواطئ الأوروبا من تحت. كل هيدي العوامل أقلقت وأيقظت اليمين المتطرف اللي هو أوروبي متعصب بتسكير مع له. بتعرفي في كتب كتيرة عن أنه كيف اليمين المتطرف بيبني منظومته، يعني نازية فاشية كلها. أنا بعتقد اليوم صورة فرنسا الثورة الفرنسية الديمقراطية الألمانية، إذا أجت مارين لوبان يعني لحتى يخد بصورة أخرى مناقضة للصورة التي بنيت عليها فرنسا. يعني وصول اليمين المتطرف من الممكن يكون جزء من السياسة أو من الأحزاب، ولكن لا يستلم السلطة. عسبك اللي حنشوف اليوم اصطفافات عريضة وطويلة ضد مارين لوبان، ضد الوصول. يعني عسبك كان تصريح فيون أول ما طلع أنا أؤيد ماكرون.
قاموا نفس القصة. بعد لحد هل في شخصيات عم بتأيد لا تبرر بدون أجل قطع الطريق. بس ما كان ما معه حق هذا اليمين المتطرف يسمى يمين متطرف بأنه أوكي بس ما معه حق بهواجس يخشى على أرضه عكيانه على طبعاً. بقاؤه ما هو الخوف أنه أن يستلم هذه السلطة اليمين المتطرف. هلا أنا بعتقد أنه مارين لوبين لا عندها يمين أقرب إلى التقليدي من اليمين المتطرف. لأنه في فرق يعني كلمة إيه؟ استعملت يعني لنكون حقيقيين يعني بتحليلنا. لكن الخوف أنه بيرجعوا مثل ما قلنا لك نحن على بداية القرن العشرين لأنه صعود اليمين المتطرف أنت بتعرف أنه 1911 كان في أزمة اقتصادية بأوروبا نتج عنها ما يسمى الفاشية الفاتشيو بإيطاليا ومافيات وبنيت إلى صراعات والاغتيالات السياسية ومنظمات الإرهابية اللي كانت سياسية وعملت الحرب العالمية الأولى ومنها نتج عنا الفاشية والنازية اللي عملت الحرب العالمية الثانية. اليوم الأوروبيين بيقول لك نحن وصلنا إلى منطقة بناء المنظمة الإقليمية اللي ممكن تصبح دولة يجب أن ترتكز إلى الديمقراطية الحريات الحفاظ على هذا الخوف من قبل الفرنسي. هذا كله مهدد صار. صار مهدد لأنه بفرنسا. لأنه كل من فرنسا وبكل العالم. من وراء بتعرف ليه؟ للأسف ما عاش في عنا زعامات على شكل يعني لنقول شارل ديغول. أو فرانسوا ميتيران. فرانسوا ميتيران. فرانسوا ميتيران كان يلعب على التناقضات. المثقف الواسع الثقافي. يعني هذه كلها بدك أنت شخصيات. تقول أنا رئيس هذه الدولة. بتعرف كنا نقوله عنه ولا ميتيرون وقت ما قلت أنا ميتيرون بيقول لروا ميتيرون لأنه هو دكتور سؤال أخير. طب فأي فرنسا اليوم تعيد المجد للعلاقة الفرنسية اللبنانية؟ يعني كان أمجاد العلاقة الفرنسية اللبنانية انتهت مع ذهاب فرانسوا ميتيرون. أول ما أديلك شغلة يعني هو مش فرانسوا ميتيرون. فرانسوا ميتيرون كان عنده يعني سياسة. حط شرف بلاده ما بننسى. أي رأي جمهوري هو أصلا سياسة فرنسا العربية ومنها لبنان كان شارل ديغول. بس دائما العلاقة اللبنانية الفرنسية مميزة عن كل الشرق. زاد عليها أيه؟ إنه أصبحت سياسة فرنسا تجاه المتوسط. تجاه المتوسط. مين؟ فيها ميتيرون. أوكي. جاك شيراك إجا أكتر بعلاقة حميمية شخصنا للعلاقة مع رفيق الحريري مع فريق دون آخر مع المنزل. إيه فأنا بعتقد أي رئيس اليوم اليوم يعني كل في شيء مرشحين سأطبوا على لبنان بدون ياخذوا أصوات لبنانية. أنا بالمؤتمر الصحفي اللي إجا سنة 2009 في يوم وعملوا بالريزيدونس ديبا شو بقول إنه أنا أطالب إنه دائما الحفاظ استقلال سيادة واستقرار لبنان اللي قاله كمان قبل منه ساركوزي واللي قاله بعد منه هولاند. حتى جاك شيراك ثلاث عناصر أساسية من اتجاه لبنان هي الاستقلال السيادي والاستقرار. لكن في مصالح دول كبرى اليوم أنه مثلا عواطف الاقتصادية لفرنسا مع المملكة العربية السعودية ولكن العواطف الثقافية مع لبنان لأنه لبنان يمثل رأس الحرب لهذه الثقافة في منطقة الشرق الأوسط. أنا دراستي فرنسا لبنان ينسسير أنتونت كورديال بس تقولي أنتونت كورديال هي بين دولي ودولي ولكن لبنان يبقى بعلاقة حميمية مع فرنسا لأنه فرنسا بالنسبة له رح نشيل كلمة أم الحنونة لأنه ما عاش في أم الحنونة بس في دولتين مستقليتين. فرنسا بحاجة للبنان في الشرق الأوسط ولبنان بحاجة لفرنسا أن يكون محامي في يعني يلعب دوره أقل كبلد انفتاح وبلد حوار بس للأسف حضرات للأسف بس للأسف ليك نحن بشو غرقانين نحن انتهى وقتنا. دكتور عربيد أنا بشكر حضورك اليوم معنا بهيدي الحلقة أمل طبعا لقاءات أخرى بنحكي أكتر كمان بوضع المنطقة ويعني إذا بدك الرؤية استراتيجية للشرق الأوسط انطلاقا من سوريا يلي تختصر ما قد يحصل في منطقة الشرق الأوسط. شكرا لحضوركم معنا. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا. طبعا نحن رح نضل متابعين معكم بالنقل المباشر للتحركات اللي عم بيشهدها الشارع اليوم في أكثر من مكان وعلى أكثر من مستوى. إلى اللقاء. أنا برجع بلاقيكم الأحد المقبل. إلى اللقاء.